أولا شكرا مسير الأستاذ مسير الجلسة. قبل أن أبدأ لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وإلى القائمين على هذه المؤسسة العتيدة التي أتشرف اليوم بالحضور داخلها للحوار والحديث حول قضايانا الوطنية. وأظن على أنه تواجدنا في هذه المؤسسة لا يمنعنا من البوح بأهمية الراحل عبد الرحيم بوعبيد، الاعتبار على أن يعني محاولة الحديث عن هذا الرجل في هذه المرحلة بالضبط يقتضي منا أن نستحضر أننا اليوم للأسف نعيش فراغا على مجموعة من المستويات، وعندما أقول فراغ على مستوى النخب السياسية من وزن الراحلة التي كانت قادرة على أن تقول وعلى أن ترفع اللاءات في وقت كان فيه يجب أن نقول لا. اليوم تساوت كل الأشياء وهن في زمن هان فيه كل شيء. ارتباطا بالموضوع الذي أو السؤال محور الموضوع، أقول على أنه من خلال تجربتي المتواضعة، وللأسف الشديد أنا هذه التجربة ليست مغرية بشكل كبير حتى يمكن الحديث عنها لأنها تجربة ذات شجون، وأعترف من داخل هذه المؤسسة على أنني لم أكن محظوظا وأنا أمارس هذا الشان الجهوي في مرحلة رفعت فيها الدولة شعار التغيير وشعار الجهوية وشعارات كبيرة وقوية جدا آمنا بها كنخب صحراوية وانخرطنا في تطبيقها على أرض الواقع، ولكن أظن على أن التطبيق شيء والواقع شيء، وما هو موجود في يعني دهاليز السياسة شيء آخر. من خلال هذه التجربة يمكن بشكل يعني متواضع ومختصر، وهذه التجربة بالنسبة لي كأكاديمي كانت تجربة مهمة على اعتبار على أنها أفادتني في معرفة التفرقة ما بين هل هناك فعلا إرادة سياسية لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة داخل الأقاليم الجنوبية، ثم أيضا سؤال عريض وهو سؤال النخب السياسية. أنتم تدركون بشكل أو بآخر على أن العراقيل التي يعني واجهتنا من خلال ممارستنا للشان الجهوي مرتبطة بعدة سياقات سياسية لا داعي للدخول في تفاصيلها، ولكن أكاد أجزم على أن أهم سياق يرتبط أساسا بالنخب السياسية اليوم التي تمارس الشان الجهوي. وهذه النخب في الحقيقة هي نخب أبانت وتبين عن عجز كبير في فهم السياقات وفي فهم المتغيرات، ولكن دعني أقول لك على أن هذه النخب اليوم التي نتحدث عنها هي نتاج واقع سياسي واجتماعي واقتصادي، وهي واقع أيضا نتاج وأزمة أحزاب سياسية، حتى نكون واضحين وحتى نكون يعني نتحدث بشكل محدد. اليوم تعلمون على أنه ليس فقط في الأقاليم الجنوبية بل يكاد في المغرب، يعني إذا بغينا نتكلم على التجربة السياسية ولا بغينا نتكلم على الانتخابات يجب أن نكون واضحين ويجب أن نكون أيضا صراحة مع الذات. نحن ندرك اللعبة السياسية وندرك باش نتكلم بالدارجة نقولوا الطنجرة ديالنا أش فيها بالضبط وماذا تفرز، وندرك الأحزاب السياسية عندما تقترب الانتخابات على البروفايلات التي تبحث عنها للحصول على المقاعد وللوصول إلى سدة الرئاسة. وبالتالي هذا الخلط الذي يقع ربما يعني يعطينا في النتيجة وفي المحصلة صعود نخب سياسية للأسف الشديد هي ضعيفة، ما عندهاش واحد يعني عمق سياسي وما عندهاش استراتيجية ولا ترى، حيث لا ترى إلا مصلحتها الذاتية. وبالتالي تجد عندما يكون هناك تصور آخر مغاير للتصورات التي تحمل هذه النخب السياسية أكيد على أن الاصطدام سيقع،
وهذا هو ما وقع بالضبط اليوم ارتباطا بقضيتنا الوطنية. قضيتنا الوطنية وقضية الصحراء، هذه القضية مرتبطة بسياقين. السياق الأول هو سياق خارجي، ونحن ندرك تطوراته وتشعباته، علاقتنا مع إسبانيا، علاقتنا مع ألمانيا، علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقتنا مع مجموعة من الدول، وعلاقتنا الأكيد مع الجارة الخصم الجزائر التي لا تريد لهذا الملف أن ينتهي، والذي ربما تنتعش منه وتجد فيه واحد الشماعة تعلق عليها أزمتها الداخلية كلما اشتد عليها الخناق. إذن هذا السياق الخارجي مفهوم متطور غير ثابت، ولكن هناك سياق داخلي. السياق الداخلي أنا كان أعتبر عن أن قضية الصحراء المغربية مرتبطة أساساً بسياق الديمقراطية في المغرب. لا يمكن فصل قضية الصحراء عن قضية الديمقراطية. عندما نستمر في بناء المؤسسات، وعندما نستمر في ديمقراطة المجتمع، وعندما نستمر في بناء دولة الحق والقانون، الأكيد على أن هذه القضية أيضا هي ستتأثر بهذا التطور الحاصل في كل هذه البنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه لا يمكن فصل هذه القضية عن محيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. اليوم عندنا مجموعة من الأوراق يمكن اللعب عليها لتصور مستقبل هذا الحل. أولا عندنا قيادة في جبهة البوليزاريو شاخت، وعندنا قيادة اللي هي اليوماتية كبرات وتعيش في مراحل يعني متأخرة من العمر، وعندنا أجيال انتظرت كثيرا، انتظرت الحلول المقدمة من هنا وهناك، أجيال مشتتة ما بين إسبانيا، ما بين الجزائر، ما بين موريتانيا، ما بين مجموعة من الدول. هذه الأجيال اليوم هي التي يجب أن نخاطب فيها هذا الأمل، ونخاطب في هذه الانتظارية التي عاشتها على مدار هذه السنوات. اليوم يجب أن نسوق نحن كمغاربة، وعندما نتحدث كمغاربة لا أقصد الدولة بمؤسساتها، ولا أقصد المجتمع المدني، أقصد جميع المؤسسات المتدخلة والمهتمة بهذه القضايا، أن نسوق خطابا للإقناع. الإشكال اليوم في قضية الصحراء، ونربطه لك بمشكل النخب، وعلى أنه على مدار هذه السنوات بالنسبة لنا كمغاربة مارسنا للأسف الشديد ما يسمى بسياسة الإشباع وليس سياسة الإقناع. طبعا هذه سياسة الإشباع مرتبطة بالريع، مرتبطة بتكبير وتسمين نخبة سياسية داخل هذه المنطقة، استحوذت على كل مقدرات هذه المنطقة، وأصبحت تشكل يعني مجالا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا جدا، تحاول الحفاظ على استمرارية هذا المجال، ولكن لن نمارس هذه السياسة اليوم اللي مارسنا على مدار من 75 إلى اليوم لم تعد مجدية مع جيل جديد قلت عنه أنه لا يؤمن بالقبيلة ولا يؤمن بالمحددات الأساسية التي كانت تؤمن بها الأجيال القادمة من آباء وأجداده. اليوم هذا الجيل يجب أن نخاطب فيه واحد السياسة ديال الإقناع، ويجب أن نتحدث معه بنوع من الهدوء، لأنه هذا الجيل يوجد اليوم فوق أرض المملكة المغربية ويعيش ويدرس في جامعات ومدارس المملكة المغربية، ولكنه جيل لا زال لم يبلور هوية حقيقية داخل هذه المناطق. سؤال الانفصال داخل هذه المناطق للأسف الشديد لا زال يرفع أحيانا كثيرا، ولنا في مباراة المغرب والجزائر الأخيرة في كأس العرب وغيرها خير دليل على ذلك. لا يعقل أن يكون هناك مواطنون مغاربة صحراويون داخل الإقليم ويرفعون يعني شعارات جبهة البوليزاريو أو أعلام الدولة الجزائرية داخل أرض مغربية وفوق أرض مغربية، وهم مواطنون مغاربة يحملون الجنسية المغربية ويحملون بطاقة التعريف الوطنية. هناك خلل ما، يجب البحث عن حل لهذا الخلل. هل لم تستطع المدرسة ممارسة دور الإقناع؟ هل لم تستطع الجامعة ممارسة دور الإقناع؟ هل لم تستطع الأسرة أن تغير من المنطلقات والمحددات الأساسية التي كان ينبني عنها تصور هذا النزاع من محددات قبلية وغيرها؟ لم نستطع تغيير كل هذه الديناميات حتى أصبح عندنا جيل يرفع عقيرته بالصراخ داخل هذه المناطق. اليوم أسئلة خطيرة وأسئلة محددة لهذا المستقبل، وخاصنا نوعى ونعرف على أنه
كل ما قدمنا، كل ما تأخر سؤال الديمقراطية، كل ما تأخر بناء دولة الحق والقانون، ونأزم على هذا البناء اليوم يجب أن نسائل الدولة، هل هناك إرادة سياسية حقيقية في تطوير المؤسسات؟ هل هناك فعلا إرادة حقيقية اليوم في التوجه إلى بناء دولة أخرى كما أراد عبد الرحيم بوعبيد وكما أرادها رجال الدولة الحقيقيون الذين كانوا قادرون على أن يقولوا لا في وجه مجموعة من الممارسات التي كانت تمارس والتي لا زالت اليوم تمارس، ولكن بشكل مغلف، بشكل مهذب، بشكل جميل. إذا اليوماتية هذه الأسئلة كلها لا يمكن فصلها عن السياق المتعلق بمستقبل الحل السياسي داخل قضيتنا الوطنية. السؤال الحقيقي اللي مطروح واللي مغيب اليوم هو ماذا نريد نحن؟ إذا أردنا هذا الحل ماذا نريد وماذا قدمنا لهذا الحل؟ أعود وأقول على أنه إلى اليوم لم نقدم الشيء الكثير في إطار السياقات الداخلية. لا نتحدث عن سياق خارجي، سياق خارجي متطور، سياق خارجي متغير، سياق خارجي لا يمكن أن نعول عليه كثيرا، ولكن يجب أن نعول على بناء جبهة داخلية قوية داخل هذه المناطق. هذه الجبهة تحاول أن تعيد بناء وإنتاج نخب سياسية حقيقية، نخب تمتلك الاستقلالية. اليوم اللي كنتكلموا على تجديد النخب داخل الصحراء، راه كاين تجديد النخب، كاين دوران النخب داخل الأحزاب السياسية، ولكن للأسف هذا الدوران مرتبط باقي بسياسة الولاء، مرتبط باقي بمول الشكارة، مرتبط باقي اللي كيصرف على الانتخابات، مرتبط بسياقات أخرى غير السياقات الحقيقية اللي بغينا نبنوا عليها النخب قادرة على إنتاج خطاب مستقل، خطاب اللي هو يدعم موقف الدولة المغربية بشكل غير موسمي وبشكل غير ابتزازي وبشكل لا يتعلق بسياسة أعطيني نعطيك واش كنستافد منك باش نقول لك الصحراء مغربية ولا هي مغربية. هذا الخطاب اليوم يجب أن نفصل معنا كما كنقولوا اليوم هي الأمور واضحة، إما أن نكون ندافع هذه القضية عن قناعة وندافع عنها باعتبارها قضيتنا وقضية وطنية استراتيجية بالنسبة للدولة المغربية وبالنسبة لنا كمغاربة، وإما أن نبتعد عن هذه القضية بصفة نهائية ولكن لا نمارس داخلها سياسة الابتزاز. اليوم هي إلى بغينا نقيم التجربة كاملة بصفة عامة، غادي نقول لك على أنه لا ينكر أي شخص كيفما كان على أن هناك متغيرات داخل الإقليم، إقليم المتنازع عليه أقاليم الجنوبية اليوم كاين التنمية، ولكن هذه التنمية على مستوى بنيات تحتية، على مستوى طرق، على مستوى يعني مباني، على العديد من المستويات، هذه لا يمكنها إلا جاحد. ولكن اللي أنا كنتحدث عنه التنمية هي في تنمية الإنسان نفسه. هل لمسنا الإنسان؟ هل قطعنا مع مجموعة من السياسات الحقيقية التي بنت عليه هذه التنمية وأزم وأسطر على سياسة الريع، على بطاقات الإنعاش، على الولاء مقابل الشراء؟ هذه كلها لازلنا مستمرين في منهجتها وفي مأسستها بشكل غير طبعا غير منقطع وبشكل مستمر. إذن هذه هي الأسئلة الحقيقية. كون تجربة ديالي أنا فشلت في جهة ولي مودنون، هذه مرتبطة بالسياقات. نقدر نقول لك هذه السياقات هي مرتبطة بسياق واحد، سياق كما كنقولوا بالدارجة المغربية ديالنا، طلع كل كرموس نزل شكون قال لك لا. للأسف الشديد الدولة لا زالت لم تحتمل خطابا مغايرا، خطابا يغرد خارج المنظومة. اليوم إما أنك تكون موالي، إما أنك تكون داخل في المنظومة. عندما تحدث عن المنظومة التي نحاربها وهي منظومة نكون واضحين معها، اليوم نعاني من فساد على مستوى العديد من المستويات، وهذا الفساد هو اللي جعل المغرب اليوم يتبول المراتب المتأخرة في التنمية البشرية وعلى العديد من المستويات. وأنا من اللي كنقول لك أن سؤال الديمقراطية وسؤال الصحراء لا يمكن فصلهما، راه ما كنتكلم لك من العبث، راه كنتكلم لك على أنه اليوم هي إلى بغينا ننجح التجربة الجهوية بدون نتحدث عن الحكم الذاتي لأنه هذا سياق آخر متطور، يجب أن نعمل على أولا مأسسة هذه التجربة اللي نحن اليوم فيها، مأسستها بقوانينها لأن القوانين فيها عاجزة، مأسستها بإنتاج نخب جديدة
نخب لا تدور دائما في نفس الفلك. يا أخي يجب أن نبحث عن أناس، عن أشخاص، عن نخب سياسية أخرى، على الأقل تغرد خارج السرب، على الأقل تستطيع أن تقول لا، على الأقل تستطيع أن تدق ناقوس الخطر للدولة، على الأقل تستطيع أن يعني تسطر مجموعة من الإكراهات ومجموعة من المخاطر. لا يجب جميعا أن نقول نعم. رأى الإجماع أحيانا حتى عندما يكون هذا الإجماع مقدسا بعض الأحيان يتحول إلى إجماع مدنس. الإجماع حول قضية الصحراء هذا مفروغ منه، ولكن يجب أن لا نجمع على الأخطاء داخل القضية. أنا عندما تحدث عن إجماع قضية الصحراء باعتبار أن الصحراء مغربية وانتهى الأمر، هذا لا نقاش فيه ولا يجادل فيه إلا خائن، ولكن أنا أتحدث عن الإجماع حول الأخطاء والممارسات داخل الملف نفسه. هذا ليس إجماعا، هذا خديعة. احنا كنخدعوا وطننا ونخدعوا ملكنا ونخدعوا مؤسساتنا ونخدعوا بلادنا وكنكذبوا عليها وكنسوقوا خطاب لن يستطيع حل المشكل، بل للاسف الشديد يعمق المشكل ويذهب بنا بعيدا ويجعلنا ضحايا لمجموعه من التطورات ولمجموعه من المصالح اللي كتتحكم فيها الدول الكبرى. اليوم الخطاب اللي خاصنا نصدره هو على انه يجب ان لا نقدم الهدايا للخصم الجار الذي يتربص بنا. هذه الهدايا في مجال التنمية، في مجال الديمقراطية، في مجال دولة الحقوق والمؤسسات، وفي مجال المصالحة كما تحدث عنها الأستاذ، المصالحة مع الذات، المصالحة مع المجتمع، المصالحة مع الحريات وحقوق الإنسان داخل المجتمع. إذا ما خصناش نعطوا لكادو للجزائر. الجزائر خصم، الجزائر عدو، الجزائر تبحث عن شماعة، الجزائر وجدت في قضية الصحراء غايتها الأساسية وقبضت عليها بيديها وبرجلها واليوم تبتز بها. وإخواننا في المخيمات اليوم وصل بهم الوقت بأنهم يعرفوا على أنه لا مصلحة مع الجزائر، ولو كان الجزائر فيها الخير تدير الخير اليوم هي في شعبها. اليوم نحن كنطالبوا من الشعب الجزائري وكنطالبوا من الساسة الجزائريين أنه كيف ما نحن توجهنا إلى التنمية في الأقاليم الجنوبية يجب أن يتوجهوا إلى التنمية في الأقاليم في الصحراء الشرقية ديالهم. ويجب أن إذا أردنا أن نعاند الجزائر وبغات تعاندنا يجب أن تعاندنا في مجال الديمقراطية، في مجال حقوق الإنسان، في مجال التنمية. نفس الشيء بالنسبة لنا نحن، إذا بغينا نعاند الجزائر يجب أن نعادي في هذه المجالات، وليس العناد في الحرب ما فيها خير ولن تحل مشكل ولن يكون فيها لا رابح ولا خاسر، ولكن الرابح والخاسر الحقيقي هم الشعوب. واليوم كنتوجه لإخواننا في المخيمات كنقول لهم على أنه الحل الحقيقي هو في بناء دولة قوية، بناء دولة قوية داخل المغرب. اليوم يجب أن يعودوا إلى بلدهم ويجب أن يمارسوا التنمية داخل بلدهم ويمارسوا الديمقراطية داخل البلد ديالهم، داخل الأقاليم ديالهم. هذا هو الوقت الحقيقي وهذا هو المجال الحقيقي. أما أنهم يظلوا ينتظروا حق تقرير المصير ولا يعني ديك الوعود الكلاسيكية اللي كانت في زمن الحرب الباردة، أقول عليهم سينتظروا كثيرا وأسطر على أنهم سينتظروا، وكما شاخ جيل وكما مات جيل وكما شردت أجيال سيشردون وسيضلون في الفيافي. هذا ندائي للإخوة في المخيمات وندائي أيضا جميعا كمغاربة أنه يجب أن نغير العقليات، أن نغير الخطاب وننتظر من ننتقل من سياسة الإشباع إلى سياسة الإقناع. آسف أن أكثر طلب. شكراً.